البهجه والفرحه انا قلت لك امبارح ايه مصر دوله العواصم عاصمه واحده لا تكفي القاهره العاصمه الاداريه الجديده العالمين إيه هيتلاقي عندك بعد شويه عاصمه للسياحه عاص وهكذا العالمين اصبحت هي عاصمه المتوسط يا سيدي هتقول ده في المستقبل اقول ماشي يا عم هي عاصمه البهجه في مصر العالم على بجد مهرجان العالمين الجديدة اللي مستمر في فعالياته اللي بدأت يوم الخميس 13 واللي بإذن الله مستمرة لحد يوم 26 أغسطس 45 يوم من الفرحة والبهجة والرياضة والفن والثقافة الفرحة اللي بين في عينين الناس عينين الناس بترقص من الفرحة الناس سعدة مبسوطين بده طيب هل هي فرحة وبهجة ده فرحة وبهجة بالتنظيم الحدث الترفيهي الأكبر بلا منازع في الشرق الأوسط معايا على التليفون زميلي العزيز محمود جميل مرا... مع التليفون معايا الهوا صحيح محمود صديقي وزميلي العزيز مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة منور أبو حنفي شكرا يوسف برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعه في كل مكان من مدينه العالمين الجديده الحياة يعني الاجواء هنا تخلي الواحد يقول يا ريت السنه كلها العالم عالمين يعني أه فالاجواء هنا جميله جدا بصراحه في الاجواء المبهجه اللي موجوده حاله الفرحه اللي لسه موجوده ومسيطره على مدينه العالمين بشكل كامل احنا كنا معاك امبارح من الحفله الفنيه وطبعا رصدنا الاجواء اللي, اللي موجوده وفرحة الناس بالحفلة الفنية أو حتى بمباريات الجيل الذهبي اللي كانت لكن كمان الفرحة مكملة معانا النهاردة من خلال الممشى السياحي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ودي أجمل أو دي يعني الممشى السياحي دي أجمل حاجة موجودة في مدينة العالمين هنا يا يوسف الممشى السياحي ده احنا بنتكلم على 14 كيلو متر موجود وأكتر حاجة بتميز طبعا الممشى السياحي أنه موجود وسط أبراج العالمين وكمان شاطئ البحر المتوسط اللي بتتميز بيه مدينة العالمين العالمين الجديده من وقت ما تواجدنا هنا في الممشى السياحي في اسر كتير جدا موجوده عدد كبير من الشباب كلهم الحقيقه مبسوطين بحاله الجو اولا حاله الطقس هنا جميله جدا في مدينه العالمين فده طبعا يعني مساعد الناس ان هم ينزلوا بقى ويتمتعوا بكل الخدمات اللي موجوده في مدينه العالمين الجديده بالاضافه كمان الى ان الممشى السياحي بيستعد بقى ان هو يستقبل خلال الايام اللي جايه كل الفعاليات الترفيهيه والفنيه المختلفه اللي ضمن مهرجان العالمين في دورته الاولى احنا انتهينا من بعض بعض الفعاليات الرياضيه لانه هيكون في فعاليات رياضيه هتستكمل زي بطوله البادل وايضا التجديف وكره الطائره الشاطئيه لكن احنا انتهينا من جيل التحدي الذهبي وكمان لما يعني اتكلمنا مع الناس النهارده في الممشى السياحي كلهم مبسوطين بحاله الجو اللي خلقها مهرجان العالمين الجديده في ان هم ييجوا يقدروا يستمتعوا سواء فقرات رياضيه و وجودهم طبعا مع النجوم جيل التحدي الذهبي كابتن حسام غالي كابتن عصام الحضري كابتن عماد متعب ده بالاضافه كمان ان هم قدروا ان هم يستمتعوا باجواء حفل الديسكو مصر امبارح وكمان النهارده من خلال التمشيه بقى على الممشى السياحي والتمتع بكل الخدمات لان هنا في الممشى السياحي في خدمات كتير جدا موجوده بنتكلم عن مول تجاري في ما يقرب تقريبا من 32 علامه تجاريه وفي طبعا منطقه البنوك موجوده الابراج موجوده كل حاجه وكل الخدمات الترفيهية هنا موجودة في مدينة العالمين الجديدة وكمان لاحظنا وجود جنسيات عربية موجودة في مدينة العالمين وفي الممشى السياحي والحقيقة مبهورين بمدينة العالمين الجديدة واللي حصل في مدينة العالمين وكمان متشوقين ومنتظرين كمان الفعاليات القادمه لمهرجان العالمين لان مهرجان العالمين فيه لسه فعاليات بقى بنستعد كمان دلوقتي لحفل الفنان الكبير تامر حسني واللي متوقع هيكون فيها حضور كبير جدا بالاضافه طبعا نحن احنا هنا في مدينه العالمين هيكون في نافوره هتقدم بعض طبعا الفقرات المختلفه هنا هتكون موجوده لاول مره في مدينه العالمين وكمان الممشى السياحي هيكون فيه بعض الفرق التراثيه وطبعا الرقصات التراثيه اللي هت تكون تابعه لوزاره الثقافه فاحنا لسه اصلا مكملين الاجواء المبهجه ومكملين الفرحه هنا من مدينه العالمين واللي رصدناها الحقيقه من خلال وجود الناس هنا والحياة هم بيوجهوا كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللقياده السياسيه على اهتمامهم وعلى انشاء مدينه العالمين الجديده ويمكن احنا اتكلمنا مع يعني احد العمال اللي كانوا كمان موجودين منذ بدء انشاء مدينه العالمين الجديده كان بيتكلم في فكره ان المدينه هنا أنا ما أخدتش وقت في فكرة وجود كل الإنشاءات وكل المباني المعمارية اللي موجودة هنا في مدينة العالمين يعني من خلفي أكيد هتبقى شايف أحد الأبراج أحد الفنادق اللي موجودة الجميلة على شاطئ البحر المتوسط على شمالي هنا أبراج العالمين على يميني شاطئ البحر المتوسط الممشى السياحي الحقيقة حاجة جميلة ومنظر جميل حتى الناس هنا تيجي بتقعد تتصور مبسوطة ب... بكل حاجة. الأجواء اللي موجودة في مدينة العالمين طبعا. يا يوسف يعني الناس لسه منتظره بقى مهرجان العالمين الجديده والحقيقه فكره يعني رائعه من اداره المهرجان في مساله وجود فعاليه الجيل الذهبي لان لاحظنا كمان النهارده واحنا بنتكلم مع الناس ان هم حضروا كل الفعاليات اللي كانت موجوده من اول يوم خاصه فعاليه الجيل الذهبي وتحدي الجيل الذهبي وان هم كانوا مبسوطين ان هم بيشجعوا الجيل بروح, ده بروح, محمود بروح الكره اللي فاتت بقى في البطولات اللي فاتت عذرا يعني موضوع الجيل الذهبي ده بالمناسبه مفهوم كمان متسع وأنا انا عايز اشكرك يا محمود جدا 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 على الرساله المتميزه بتاعتك وتواصلك الدائم معانا وهيا وده بختك ليس حسد وإنما غبطة والله ربنا يعني يوفقك يا رب ويحميك ويحمي كل الناس اللي موجودة هناك أولاً عايز أشكرك محمود مرة تانية